بيأثر على الشعر بطريقه سلبيه يعني. دي حتى اماكن اللي هو صالون الحلاقه او حاجه لما بتيجي تساليه عن حاجه زي كده بيقول لك ان هي ممكن تأثر على فروه الشعر بطريقه سلبيه، مع كتر استمرار ليها بيخلي الشعر يسقط. عارف ان هي بتحرق الشعر، تقع الشعر، بتجيب صلع، بتجيب حاجات كده يعني بتبوظ الدنيا. الحاجة الطبيعية ما فيش أحسن منها، بتبوظ الشعر، بتحرق الشعرية نفسها، وفي بعض منها بيسبب كانسر في الخلايا بتاعت فروة الراس. بيبقى في مادة كاوية بتسبب سقوط الشعر وبتبوظ الشعر، ما بتعالجوش أصلا، بتبوظ قصة الشعر عامة وبتوقع الشعر بدري. ما انصحش يعني إن حد يعمل كريم شعر أو أي حاجة، أنا شعري هو بايظ والله. الأول بيبين الشعر شكله حلو تمام، بس هو الأضرار بتاعته إنه بيوقعه جدا، وممكن يعمل الصلعة في مقدمة الشعر. بيضعف الشعراية، بيعمل لها زي ماسك كده على الشعراية فبيضعفها، مع المدى البعيد بتقصف، بتسبب تساقط الشعر والصلع وتحرق الشعر. كترها بيبقى غلط على فروة الراس، علشان كده اغلبية الناس اللي هي بتحافظ على فروة الراس ان هي دايما بتحلق شعرها قليل وما بتحطش لا زيت ولا كريمات الا اذا كانت حاجات طبيعية موثوقة 100%.